في بعض المرضى، وده سئلت فيه بشكل مباشر من بعض المرضى، يريدون ان يجعلوا هذه العمليه مش معلومه للزوجه، عمليه في كونفيدنشال. تمام. كتير من الناس فعلا بيسالوا السؤال دوت ويقول لك انا مش عايز زوجتي تعرف. طب هو السؤال ليه مش عايزه تعرف؟ هي يعني هل دي حاجه فعلا تقل منك لما تعرف ان عامله دعامه، انك عامل دعامه او لا؟ الاجابه طبعا لو انت راجل فعلا عايز تبقى في علاقه ثابته، مش مضطره باي شكل من الاشكال الكذب او التحايل، تقول لها. لكن لو ما قلتها، لو ما قلتش لزوجتك، هي مش هتعرف اساسا، لان الدعامه هتديك الانتصاب اللي هي عايزاه، بصرف النظر بقى لو عرفت حتى بطريقه او باخرى انت عامل دعامه او مش عامل، هي خدت اللي هي عايزاه، والست يهمها متعتها وخلاص، سواء عامل دعامه او مش عامل دعامه. وعشان كده الصراحه مهمه، بس لو لم تحدث هي مش هتعرف لوحدها.